حاجة من الحاجات الجميلة أوي، الحاجات البسيطة وفي نفس الوقت فكرة جديدة وما اتطرحتش قبل كده. هنعمل فراخ في قالب طريقة حلوة أوي، محشية جبنة موتزاريلا. كفتة الفراخ عبارة عن نص كيلو فراخ دجاج مفروم وبصلة مبشورة وشبت وبقدونس مفرومين بقصومات مطحون، بضاية شوية قرفة ناعمين، كمون ناعم، جنزبيل باودر، زيت، ملح وفلفل اسود، جبنه موتزاريلا. الصلصه بتاعتها هيكون عباره عن بصله صغيره متقطعه وكوبايه عصير طماطم طازه، 4 معالق كبار صلصه طماطم، ومكعب مرق الدجاج او مرقه لو موجوده عندي، وشويه زعتر جاف. الفكره في ان احنا لقينا انواع كتير من اللي موجوده من الفراخ ومن الحاجات اللي هي الحشوات الغريبة أو الحشوات الكتير اللي مختلفة، لكن احنا هنقدمها النهاردة في قالب شكل حلو قوي وشكل كمان مختلف. تعالوا نعملها مع بعض. أنا عندي الفراخ، أنا فارمها نص فارمة كده صغيرة. خلينا نبتدي. دي فراخ مفرومة عندي، أحطها في قلب. هنلبس بس جوانتي. وهبتدي احط معاها البضايه، نعمل عليها تيست بس الاول نتاكد ان هي كويسه او سليمه. بعد كده بحط معاها البيض، شويه الشبت الجمال دول مع البقدونس هنا اهو، بقطعه خشن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بحط معاه شوية كمون صغيرين بطعم الحاجة بتاعتي، شوية فلفل اسود وملح. طب بحط معاها بصلة صغيرة، تبقى طعمها حلو في نفس الوقت جميلة جدا. بتأكد ان كل المكونات بتاعتي اتضربت مع بعض. اول ما احس ان خلاص المكونات بتاعتي لمت هبتدي احط معاها البقسماط الناعم المطحون الجميل ده. ألم بس دول بديها سن البابريكا وشوية الزعتر الناشفين دول، بيدي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي. الزعتر، ممكن ريحان مفروم، ممكن روزماري، كل الحاجات الجميله دي كلها تدي نكهه وريحه حلوه قوي. بتاكد ان هي لمت، بديها بقيه البقسماط الناعم بتاعي. برضو لغايه ما تبقى عندي احس ان هي كتله كده زي ما انتم شايفين. دي بقيه البقسماط، تلم معايا البقسماط بيقرمش وهي في السوى، تدي طعم حلو قوي، ريحه حلوه. اول ما احس ان هي بقت، بصوا شايفين القوام بتاعها، حلو قوي. طيب هعمل ايه؟ هجيب القالب بتاعي، قالب بكل بساطه، احط معاه شويه بس زيت صغيرين وابتدي في نفس الوقت كمان المحتوى الدهني اللي موجود فيها ما فيهاش دهون كتير، ما فيش حاجات تتقلي كتير. هبتدي اخد بعمل أرضية كده بسيطة وببتدي أعمل كده
اشكل القالب بتاعي اهو. يلا ببتدي اشكل كده بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي نحشي الجبنة بتاعتنا. كل الزيادات دي اخدها بالشكل الجميل ده، تطلع بقى شكلها تحفة تجنن. بعد ما عملت ده كله ببتدي اعمل ايه؟ احشي بقى الجبنة الموتزاريلا بتاعتي هنا في الهين. اجيب بس الجبنه دي الاول، احط معاها طبعا اطعم الجبنه بتاعتي عشان لما اجي اكلها تبقى سايحه ما يبقاش ليها طعم، لازم يبقى ليها طعم حلو. شويه زعتر بالشكل ده، شويه سموكد بابريكا صغيرين، شويه فلفل اسود، هفرم معاها كزبره خضراء تدي طعم ونكهه حلوه. طريقة جديدة ومختلفة وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي، وفي التقديم كمان بيبقى شكلها حلو قوي 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 كمان يعني. اعتقد ان انا الجبنة بتاعتي بقت حلوة قوي، كل ده تخيله هيسيح. حط هنا بالشكل ده، الله. تعالوا بقى نقفل الغطا بتاع الجبنة بتاعتي. هنعمل ايه؟ هنجيب دي كده وناخد بقية العجينة بتاعتي. بحاول بس اقفل كويس. وبدوس بقى على الاطراف دي، ممكن مش شرط القالب اللي انا بستخدمه ده، ممكن اي قالب تاني لو موجود عند حضراتكم قالب مختلف. عندي تاني اهو بالشكل ده. شكلها حلو وزي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتي، الله. بصوا فراخ لونها بدا يبقى جميل. هحط ده كمان مع الفراخ يستووا مع بعض. تعالوا نحط ده كمان القالب بتاعي في قلب الفرن بتاعتي. وخلينا كمان نستغل الفرصه لما ادام فتحنا كده كده الفرن. بصوا القالب بتاعي استوى ازاي، مش القالب الفرن ولا ايه؟ طيب القالب بياخد حوالي 5 دقائق او 10 دقائق، ما بياخدش وقت كتير. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الصلصه بتاعه الكفته. الصلصه دي عباره عن ايه؟ نشيل بس دول الاول. نخلي بس دي كده هنا. الصلصه عباره عن ايه؟ صلصه بسيطه جدا. هقول لحضراتكم المكونات بتاعتها: بصله متقطعه صغير، كوباية عصير طماطم، واربع معالق كبار صلصة طماطم، ومكعب مرقة دجاج، وشوية زعتر جاف. الموضوع بكل بساطة هو ان انا باخد، نجيب بس بلانشة تانية جديدة. شيل دول. لغايه ما دي تسخن هحط معاها شويه زيت صغيرين، بصله صغيره،
بحط البصل بتاعي لغاية ما تسخن كويس جدا، وبعد كده هاخد الطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي انا مش عايزها تبقى معصورة، عايزها تبقى قطع صغيرة علشان لما تيجي تتحط على الفراخ تبقى باينة، وفي نفس الوقت احس بالطعم بتاعها. خلي دول كده جنب بعض. اول ما دي احس ان هي بدات تسخن بحط معاها الزعتر. النهارده الزعتر واخد مساحه كبيره جدا من الشغل. نشيل بس دول. بشيل دول كده، بقطع الطماطم بتاعتي. عايز المهم كمان ان انا عايز البصل بتاعي يكون دبلان، ما يكونش متحمر. اول ما احس ان البصل بتاعي بدا يدوب كده ولونه يتغير بحط البصل مع صلصة الطماطم ومعاهم الطماطم دي، شوية ملح، ملح الخشن، شوية فلفل اسود، سنة صغيرة من الكمون، وعندي هنا كمان المرقة، مرقة حلوة قوي اهي. اخد شوية مرقة كده صغيرة يطعمولي ويدوني طعم كده وشمخة حلوة قوي للصوص بتاعي اللي هيتحط. لو انا عايزها سبايسي شوية ممكن قرن فلفل حامي حلو قوي، اخده كده بقلب تقلبتين. هنروح نبص على الفراخ اللي موجوده في قلب الفرن، هنبص كده عليها. الله، بصوا الريحة، بصوا كمان القالب بدأ خلاص يستوي اهو، جمد كمان اهو، شايفين بدأ كأنه زي قالب الكيك بالظبط. يلا هنروح نطلع فاصل صغير قوي، هنعمل نوع من انواع الرز الجميل قوي، الرز المبهر على الطريقة المكسيكية، ونعمل معاه كمان سلطة صغيرة كده، سلطة زبادي حلوة قوي هتعجبكم. يلا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم، استنونا اوعوا تروحوا في اي حتة. في الفاصل طلعنا الفراخ التندوري بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، وطلعنا كمان القالب كفتة الفراخ معمولة بطريقة حلوة قوي، بطريقة شهية قوي، وكمان عايز اقطعها كده قطعة صغيرة اشوف الجبنة اللي موجودة جوه عملت ايه. اهي حتة كده صغيرة، بصوا شايفين، عشان ما نبوظش شكلها زي ما انتم شايفين كده استوت من جوه واستوت كمان من بره. طيب دي ناقصها ايه؟ ناقصها الطماطم بتاعتي، الطماطم بتاعتي، الصوص اللي احنا عملناه اهو، نحط هنا كده شويه
كفتة الفراخ دي من الحاجات الجميلة أو الحاجات المميزة كمان. لسه برضو روايح رمضان موجودة عندنا، ونحط هنا شوية صغيرين. الله، حلوة قوي.